السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنستخدم اما الاكسل اما جوجل شيت في الشغل بتاعنا، ايا كان الشغل بتاعك سواء دكتور مهندس محاسب اي حاجة بيستخدم الاكسل والدوال بتاعته. فانا جايب لكم اداة قوية جدا بتشتغل على الاكسل وشغل على جوجل شيت، وبتدي خدمات كتيرة جدا، بتديك ادوات كتيرة جدا زي موضوع ترجم ملف او نص، تكتب الفورميولا او المعادلة اللي انت عايزها، تقدر تعمل لك اي عملية احصائية تفكر فيها، تقدر تعمل لك تحليل للجداول زي ما انت عايز. فبتوفر لك وقت كتير جدا في الشغل، وتقدر ان انت تسايف الشغل ده مع ناس اخرين وتعمل سكريبت وتوفر لك في الوقت. فاكر ايام زمان كنا بنعمل فيجوال بيزك ابلكيشن، هو هنا يعمل لك جاهز بدل ما تقعد تكتب كود كامل عشان تبرمج حاجة، لا هو هنا بيديك سهولة جدا في ان انت تكريت بشكل مرئي وبشكل سهل من استخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدر يشرح لك اي كود انت عايزه، ويقدر يترجم لك الخلايا اللي موجوده زي ما انت عايز باي لغه انت عايزها، تقدر تسطبها جوه الاكسل او جوه جوجل شيت. هسيب لكم رابط الاداه واتمنى تعجبكم ان شاء الله. طيب نشوف السعر، في فري بيديك امكانيات حلوه، ولو عايز حاجه بامكانيات اقوى ب $6 في الشهر.